السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية يحيل 4 مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية لدراستها وبرمجتها للنقاش العلني. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحدد 2 من شهر مارس القادم موعدا لتنظيم مؤتمره العام الثاني. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحكومة عاكفة على دراسة استراتيجية من أجل القضاء على القمامة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماع له الجمعة عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان الفنية المختصة من أجل دراستها قبل عرضها على جلسات علنية من أجل نقاشها. وتتعلق مشاريع القوانين المحالة بمدونة الاستثمار والتجارة غير القانونية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض، إضافة إلى الاتفاق المتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سار الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز الجمعة 3 مراكز صحية في العاصمة نواكشوط، وهي مركز الاستطباب الوطني ومركز استطباب الأم والطفل، إضافة إلى المركز الاستشفائي للتخصصات الطبية، وهو المركز الذي يزوره للمرة الأولى. وقال وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر في تصريح لقناة المرابطون إن المركز الاستشفائي للتخصصات الطبية سيخضع لتوسعة من أجل أن يلبي حاجيات المرضى. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز يزور المركز الاستشفائي للتخصصات الطبية للمرة الأولى، وذلك ضمن زيارة شملت مركزين طبيين آخرين. ويضم المركز الاستشفائي أجنحة للأمراض النفسية والعصبية وأخرى للجراحة، ويفتقر بحسب العاملين فيه إلى أخصائيين نفسيين للمعالجة وتقديم الاستشارات لطالبها. طالب من الرئيس مستر المينستر استقبلني بور ار ثيرابي ودونا ار ثيرابي، قال المرضى تم تقدمهم تقدم ديسيان تكلم معهم كيف السنغال، شو شكاتر ما معروف لشيء، شو مرض نفساني ما معروف لشيء، ما هو معروف لشيء. وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر قال في تصريح لقناة المرابطون إن المركز سيشهد خلال الفترة القادمة توسعة جديدة تشمل أقساما وأجنحة أخرى بهدف مواكبة المنظومة الصحية العالمية في هذا المجال. مشروع الأعصاب مشروع كبير، لكن اللي يكونوا يتطوروا ويكونوا في النظم العالم الصحي، والجناح الاخر مولي كما قال سيد الرئيس لا يهتموا به، ذاك اللي يوسعوه ويجدوه، ذاك اللي مرضى يكونوا يداواه بصفه دقيقه. والله يجازيه بالخير، ذاك اللي كان هدفنا بهذه الزياره. وشملت زيارة الرئيس الموريتاني المستشفى الوطنية ومركز استطباب الأم والطفل بالعاصمة نواكشوط، حيث اطلع على احتياجات هذه المراكز والتحديات التي تواجهها وسط شكاوى بعض المواطنين من ضعف الخدمات الطبية التي تقدمها المراكز والمستشفيات بالبلاد ودعوتهم للرفع منها. حدد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 2 من شهر مارس القادم موعدا لتنظيم مؤتمره العام العادي الثاني في العاصمة نواكشوط. وكان الحزب قد أجل موعد تنظيم مؤتمره الذي كان مرتقبا منتصف الشهر الجاري، فيما نظمت اللجنة الوطنية للشباب ولجنة النساء مؤتمريهما خلال الشهر الجاري. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يحدد 2 من شهر مارس القادم موعدا لتنظيم مؤتمره العام الذي كان مرتقبا منتصف الشهر الجاري.
ودعا الحزب في استدعاء صادر عنه وموقع باسمه رئيسه إلى عقد المؤتمر العام العادي الثاني يوم السبت الموافق الثاني من شهر مارس، وأوضح أن ذلك يأتي بناء على المادة 11 من نظامه الأساسي والمادة 15 من نظامه الداخلي. وينتظر أن ينتخب الحزب خلال مؤتمره المرتقب رئيسا جديدا له خلفا لرئيسه الحالي سيدي محمد المحم المعين قبل أسابيع وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة. وسيجدد الحزب مختلف هيئاته. ويأتي التاريخ المحدد لعقد المؤتمر قبل أسابيع من حلول الموعد القانوني المحدد للإعلان عن المترشحين لخلافة الرئيس الحالي محمد عبد العزيز على السلطة خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2019. وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد نظم مؤخرا مؤتمرين للجنة الوطنية للشباب واللجنة النسائية، تم خلالهما انتخاب هيئات جديدة للمرة الأولى في تاريخ الحزب. وتتحدث بعض وسائل الإعلام عن أن قيادة الحزب طلبت من رؤساء أقسامه تقديم أسماء المناديب الذين نافسوا مرشحي الحزب خلال الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي نظمت شهر سبتمبر الماضي، أو دعموا مرشحين آخرين، وذلك من أجل حسم الموقف منهم قبل انعقاد المؤتمر. وقد عرف الحزب الذي يستعيد لعقد مؤتمره العام العادي الثاني مؤخرا اندماج عدد من الأحزاب السياسية به، بينها حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي الذي اختار الحزب رئيسه بيجل الهميد كنائب أول لرئيس الجمعية الوطنية. قدم مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات دعما ل 54 جمعية شبابية ناشطة على مستوى 9 ولايات، 3 منها بالعاصمة نواكشوط. جرى ذلك بإشراف من وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المشروع الذي تأسس عام 2015. دابت في هذا الصدد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه المعدة من طرف الشباب ولصالح الشباب. وقد مكن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من إعداد وتنفيذ مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الحضارات منذ مارس 2015، الذي يشكل هذا الدعم المالي للمنظمات الشبابية أحد نشاطاته الثابتة. أيها السادة أيتها السيدات، لا يخفى عليكم الدور الريادي لموريتانيا في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث رسمت بلادنا إلى جانب أشقائنا في المنطقة وشركائنا الدوليين استراتيجيات إقليمية مشتركة من شأنها حماية شباب المنطقة من خطر التطرف الداهم. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد المحم إن الحكومة عاكفة على دراسة استراتيجية تمكن من القضاء على القمامة بشكل نهائي. وأضاف المحم خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن القضاء على القمامة سيكون أولوية لدى المجالس الجهوية والبلديات المنتخبة والسلطات الإدارية خلال المرحلة القادمة. القمامة موضوع مطروح بحدة، ما هو في نواكشوط واحد وفي عدة بلدات، والحكومة تشتغل عاكفة الآن على دراسة استراتيجية تمكن من القضاء نهائيا على هذه شيوب القمامة وإيجاد سياسة قادرة على أنها تخلصنا من هذه المشكلة ذهية. وأعتقد أنه ربما تضاعف الأمر بسبب أن البلديات والهيئات المحلية انها كانت فترة انتقالية، كانت فترة انتخابات، وهذا ربما سبب ذلك التضاعف. يقير بعد الحكومة تشتغل الان على خطة تسمح لنا بان نتخلص نهائيا من هذه الوضعية هي اللي لا تسر احدا، والجهات الادارية. واعتقد انه سيكون للمجالس الجهوية والبلديات المنتخبة بالاضافة الى السلطات الادارية لا يعدلوا من ذي القضية أولوياتهم في المرحلة القادمة إلينا يجبر لها حل. قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة مبارك فال إن توقيع اتفاق شراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يهدف إلى تطوير اقتصاد البلاد من خلال إتاحة فرصة للصناعة والمنتجات الموريتانية
لدخول أسواق غرب القارة الإفريقية. وأضافت من تنبارك فال تعليقا على مصادقة الحكومة الموريتانية على الاتفاق الموقع عام 2017 أن موريتانيا تسعى لأن تكون مصدرة لا أن تظل مستوردة فقط. كامل ناجم عن السياسة الناجحة، الدمج، التطوير وتنويع اقتصادنا، وجذب أيضا استثمارات خارجية أجنبية لبلدنا. كنت تعرف موريتان امتدادها المغاربي والإفريقي يجعل منها موقعها الجغرافي، يجعل منها أيضا ممر كبير، وهذا مستثمرين يقدروا يعودوا كاملين مهتمين به. لكن نحن أيضا عندنا أهداف أخرى، هو بعلنا نسمح لتجارنا ولصناعاتنا بعلنها تعود، ما نعودوا دائما إلا السوق نعدلوا الاستيراد ولا نعدلوا التصدير. وبالتالي نختار نقول لكم عن هذا السوق، هذه الاتفاقيه اليوم مع هذه المجموعه الاقتصاديه لدول قرب افريقيا اللي هي لا سيدياو، سوق كبير جدا لانه يزيد على قرب من لا يقل عن تقريبا 300 مليون نسمه ومستهلك، وبالتالي هذا السوق كبير جدا. إقليميا، منح البنك الإفريقي للتنمية مساعدة مالية بقيمة 163 مليون يورو لجمهورية بنه من أجل تمويل طريق يتجاوز طوله 200 كيلومتر يربط بين اثنتين من مدن البلاد المشهورة بالقطن. وتصنف بنه كثالث دولة في العالم منتجة للقطن، وقد وصل حجم إنتاجها خلال الموسم 2017-2018 600,000 طن. تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية على وقع بوادر أزمة انتخابية وسياسية على بعد أقل من 10 أيام على حلول موعد الانتخابات الرئاسية. وقد عرفت البلاد خلال الأيام الأخيرة أعمال عنف دامية خلفت أزيد من 100 قتيل وجريح، كما شهد مستودع تابع للجنة الانتخابية حريقا تسبب في تدمير نحو 800 آلة إلكترونية انتخابية، وهو ما يهدد مستقبل المسار الانتخابي في البلاد. تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. نذر أزمة انتخابية وسياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية باتت تلوح في الأفق، فبعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد مؤخرا وخلفت أزيد من 100 قتيل وجريح، اندلع حريق بمستودع تابع للجنة الانتخابية بالعاصمة كينشاسا، وتسبب في تدمير نحو 800 آلة انتخابية إلكترونية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لخوض انتخابات رئاسية في 23 من الشهر الجاري، وهي الانتخابات التي توصف بالتاريخية، حيث ينتظر أن لا يشارك فيها الرئيس الحالي جوزيف كابيلا، وتخوضها المعارضة بعدة مترشحين، ويتبادل طرفان الموالي والمعارض التهم بشان المسؤولية عما يجري في البلاد. فالموالاة تعتبر أن المعارضة تقف خلف ما يجري، وأن الهدف منه إفشال المسار الانتخابي وإدخال البلاد في أزمة انتخابية، والمعارضة تتهم بعض الأطراف القريبة من السلطة بالوقوف خلف ما يحصل بهدف تأجيل العملية الانتخابية ومنح الرئيس منتهي الولاية جوزيف كابيلا فترة أطول للبقاء في السلطة. ويطالب ساسة آخرون بفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها البلاد والتي لم تعرف انتقالا ديمقراطيا على السلطة منذ استقلالها عن المستعمر البلجيكي عام 1960-1900. وتقول اللجنة الانتخابية الكونغولية إنها ستسعى من أجل تنظيم الاقتراع في وقته المحدد، وإنها ستلجأ إلى احتياطي كان يوجد لديها من الآلات الانتخابية الإلكترونية من أجل ضمان احترام الآجال الانتخابية المتفق عليها. وتأتي الأحداث الدامية وإضرام النار في مستودع تابع للجنة الانتخابية لتنضاف إلى أزمات أخرى تشهدها الكونغو الديمقراطية، حيث إن بعض مناطقها تشهد أعمال عنف وصراعات مسلحة، إضافة إلى معاناة البلاد جراء داء الإيبولا الذي يختفي ويعود، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها
مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية يحيل 4 مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة لدراستها وبرمجتها للنقاش العلني. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحدد 2 من شهر مارس القادم موعدا لتنظيم مؤتمره العام الثاني. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحكومة عاكفة على دراسة استراتيجية تمكن من القضاء على القمامة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. 1:30 تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش موضوع قضية جواز سفر المعتقل الموريتاني السابق بسجن غوانتانامو محمد الصلاحي. في أمان الله.